حنايا جمعية الأطباء والصيادلة المقيمين ب سي اش يو كازابلانكا ابن رشد، الحاجة اللي غنقدر نقول على هذا الإضراب أنه ماشي هو أول إضراب اللي غيدار، هذا المرة الثالثة اللي غيدار إضراب في السياق ديال هاد لو موفمون اللي كيدار ناسيونال ديال الأطباء المقيمين والداخلين بالمغرب كامل. اللي كيهم من هذا الإضراب هو ماشي وسيلة لإثبات الذات ولا وإنما هو وسيلة لإثارة الانتباه لواحد النقطة الأساسية اللي كنحاولوا نديسكيتو فيها مع الوزارة. نقاش أولا من اللي تطرح المشروع ديال جي اس تي ولا لي غروبمون سانيتير تيريتوريال. الوغ الجي اس تي ولا لي غروبمون سانيتير تيريتوريال هما واحد المجموعات ديال كنسميوها ديال لا جيستيون ديال إدارة لي ريسورس اومان اي لي ريسورس باتريمونيال ديال لي زوبيتو ديال وزارة الصحة. يعني اللي تبسط الامور هما واحد المجموعات خاصه اللي كينتموا لها اشخاص اللي ما كينتموش لوزاره الصحه او كيف ما كيتكال عليها دابا، لان لحد الان باقي ما كاينش شي نص قانوني ولا شي نص اللي كيوضح لنا بالضبط هاد الاشخاص شكون وهاد طريقه الاداره كيفاش دايره. هما مجموعه من الاشخاص اللي غيتعناو بالاداره ديال لي ريسورس اومان ديال وزارة الصحة، يعني أساسا الأطباء، المديرين، الصيادلة، الممرضين والتقنيين وموظفين الإدارات ديال المستشفيات كاملة. كيفاش كيتوضح هذا الشيء لحد الآن؟ حنا باقيين ما كاين حتى شي معلومة مضبوطة من عند الوزارة اللي كتوضح هذا المشروع كيفاش داير. أي سؤال كيتطرح عليهم كيقول لك يا إما كيقول لك لا أنتم كتسول على شي قانون اللي هو ما كاينش، أولا كيقول لك حنا ما عندناش معلومات، أولا كيقول لك حتى يوصل وغيطبق لأنه بالنسبة لنا حنا المشروع لا يناقش. الأساس في هذا الشيء هو أن من اطار المعلومات اللي وضحوا لنا لحد الان هما واحد المجموعه من القوانين اللي غيروا من الصوره ديال كوسوسوا الطبيب ديال الموظف العمومي اللي تابع لوزاره الصحه، كوسوسوا الطبيب اللي غيكمل التخصص ديالو ولا يكمل العمل ديالو وغيخدم في اطاره الخاص في الوظيفه الخصوصيه. شنو اللي الاساسي فيه؟ الور على حساب هاد لا جيستيون سانيتير تيريتوريال واللي كيقيسنا حنايا اساسا كاطباء مقيمين بالمستشفيات هو تغيير في الوضع ديالنا او ما ولا كيف ما نقدر نقول لك، هما مجموعه من النقاط اللي غيقيسوا لا فورماسيون ديالنا اساسا. كيفاش؟ اولا كيكون مثلا تخصصات جراحيه اللي كيكون فيها 5 سنين او لا تخصصات طبيه اللي كيكون فيها 4 سنين، كيكون عندنا واحد المجموعه من لي زوبجيكتيف دو فورماسيون ولا واحد المجموعه من نقاط اساسيه للتعلم اللي كتقسم على حسب السنوات ديالك، على حسب الاقدميه، وعلى حسب واحد الهيراغشي اللي كتكون حنايا ما بيناتنا. هاد النقاط في الترتيب ديالهم كل سنه عندها واحد الاهميه خاصه في لا فورماسيون ديالك، وبالتالي اي تغيير في الوجود ديالك داخل المستشفى يقدر ربما يقيس هذيك لا فورماسيون ديالك، كيسا سوا في الترتيب ديالك الهيراغشيك وسط من الزملاء ديالك، كيسا سوا الوجود ديالك بحد ذاته في هذيك المصلحه. على حساب ما هو يروج في اطار هذا لي غروبمون سانيتير تيريتوريال هو انه غيولي واحد اللي كيسموهما اون موبيليزاسيون جيوغرافيك اولا واحد التغيير ولا واحد يعني واحد الانتقال من المصلحه ديالك لمصالح اخرى اللي يسد واحد الفراغ ولا اللي يسد واحد النقص اللي كاين في واحد المناطق اخرى ولا اللي كاين في واحد المستشفيات اخرى. حنا هذه نقطه اللي اساسا حنايا ماشي ضدها ولكن في نفس الوقت ماشي معاها. علاش؟ حنا هنايا اساسا لخدمه المواطن سواء داخل سي اش يو سواء في سي اش بي سواء في ان سونتر دو سونتي، حنا هدفنا هو خدمه هذا المواطن وهذا هو اساس القسم اللي ادينا نهار الاول، هو نخدموا هاد الناس في جميع الظروف في جميع الحيثيات في جميع كلش. ولكن باش تهزني انايا وباقي حتى لا فورماسيون ديالي ما كاملاش وتحط عليا مسؤوليه اني نخدم واحد المواطن وبين قوسين نبين لي على ان هذه الخدمه ديالو كامله وانا عارف راسي ان خدمتي غير كامله لان لا فورماسيون ديالي ما كاملاش، فهذا غير معقول، هذا ينافي تماما القسم اللي ادينا نهار الاول. ثاني حاجه هو انا كشخص لنفرض مثلا ما استحضرتش الله فوق مني وما قلتش انني راه غنقيس هذا المريض، انا كشخص اللي هدف ديالي واحد لا فورماسيون
بريسيز، ملي انا غتنقص لي واحد العام غتحولني فيه لمستشفى اخر باش نادي غير واحد المهمه بدون تاطير بيداغوجي، فهذا نقص في لا فورماسيون ديالي، فهذا دي زوبجيكتيف اللي ما غنوصلش ليهم، فهذا تغيير كبير بزاف في لا كاليتي دو فورماسيون اللي انايا الهدف ديالي منها. بالنسبه لهذا السيستيم هذا شنو انتم كترفضوه ولا بغيتوا معلومات عليه؟ حنا اساسا توسكي في كل ما هو يخص هاد لا جي اس تي اللي نرجعوا شويه بالزمن، هو لان النهار الاول كانت الوزاره كانت اتصلت بجميع رؤساء الجمعيات ديال الاطباء المقيمين اللي كاين في المغرب، اتصلت بهم ودعاتهم لواحد الاجتماع من اجل النقاش كيف ما فسرتها هي في الاول، من اجل نقاش هذا الموضوع اللي استقبلوا جميع الرؤساء بحفاوة وتخلوا على كاع المسؤوليات ديالهم اللي مشاو، رغم ان الاتصال كان لكن كنتذكر كان في اقل من 24 ساعه باش يحضروا، يعني فما بالك واحد يجي من اكادير من العيون من طنجه ويجي يحضر للرباط باش يحضر لهذا الاجتماع، يعني ان هذا راه شي حاجه بالنسبه لي مهمه في اطار انه تذكر انه غيكون في اساس النقاش. فاذا بهم نهار اللي حضروا جميع الرؤساء لهذا النقاش، فاذا به بان انه يوم دراسي. كيفاش يوم دراسي؟ ماشي هو تفسير، ماشي هو نقاش، ماشي ولكن فقط عرض للمشروع كيف ما هو، المشروع قائم بحد ذاته وكيفاش غادي يطبق وهالحذافير ديالو كيفاش كاينه والسلام. اي سؤال لا اجابه، اي طرح، اي نقاش، اي محاوله للنقاش او التعديل هذاك الشيء بدون اجابه. مزيان نرجعوا للرؤساء كاملين الجمعيات ديالهم، رجعوا للجموع، فسروا النقاط كامله اللي كاينين اللي فهموها او اللي حاولوا انهم يفهموها من هذاك الاجتماع حتى حد ما فهم، حاولوا مرارا وتكرارا نتواصلوا مع الوزاره باش نعرضوا باش على الاقل نتواصلوا الاجتماع يفسروا لنا فيها شنو اللي كاين بدون جواب، كانت مرات متعدده. فاذا بنا ملي كيعاودوا يرجعوا للجموع مره اخرى، فاذا بنا كيتقرر على انه طونك ما كاينش اجابه من عند الوزاره، خصنا وسيله للنقاش، خصنا وسيله فقط لاثاره انتباه على الاقل. الاجتماع كان في 5 فبراير 5 في شهر 2، كان الهدف من الاجتماع كان هو طلب من الوزاره، اتصلت بجميع رؤساء الجمعيات ديال الاطباء كسوا المقيمين والداخليين والاطباء المقيمين والداخليين حتى ديال كليه الاسنان والصيادله، كان الهدف منه على حساب ما شرحت هي في الطلب واللي اتصلت به جميع الرؤساء باش هو ك طاوله حوار في اطار هذا التغيير القانوني ديال هذا لا جي اس. فاذا بهم اللي وصلوا كان تقريبا كان واحد كان اختلاف واحد شويه في على حساب الرساله اللي ترسلت وعلى حساب الموضوع الاساسي للنقاش، كان هو يوم دراسي ماشي كان طاوله حوار، ان كان الهدف منه هو عرض المشروع ماشي بوغ لابروباسيون ولا ماشي بوغ لا ديسكوسيون ولكن بوغ اكسبليكاسيون كيوم دراسي باش يشرحوا القانون اللي كاين. يعني من هنا تقرر من داخل الجموع ان يتبداو يتخذوا اضرابات فقط لاثاره الانتباه الوزاره باش نقدروا نجلسوا ونناقشوا هاد النقاط. لحد الان الاضراب اللي غيتنظم غدا ان شاء الله هو الثالث في الاضرابات الوطنيه اللي الحمد لله في الاضرابين الثانيين اللي دازوا كان خيرات كامل وشامل من جميع الاطباء في جميع المصالح في المغرب كامل في جميع المستشفيات. بالنسبه لهذه النقطه ديال 3 سنين على حساب ما ترويجوه غنقولوا للوزاره واش هو كقانون اساسي في هذا القانون اللي غادي يتعرض ولا لا، لكن كيف ما كتشرح هي ان غدير كيف ما كتسمى حنا يونيفيكاسيون دو لا فورمول، توحيد الاوضاع ما بين الاطباء المقيمين. الاطباء المقيمين هما كيختلفوا ثلاثه الانواع، كاين النوع اللي هما كيتسموا دي كونتراكتويل دو ليتا ولا اللي عنده ستاتيو ديال موظف دوله، الوضع الثاني اللي هو كونتراكتويل دو سي اتش يعني موظف متعاقد مع المستشفيات الجامعيه، الوضع الثالث اللي هو بينيفول اللي هو طبيب متطوع. هادو بثلاثه سي دي فورمول فينونسيير مختلفين، كل واحد والسالير ديالو مختلف على الاخر رغم انهم كيؤديو نفس الوظيفه في نفس المصلحه بنفس الطريقه. مي لا ديفيرونس اشنا هي؟
كان الموظف ولا الطبيب المقيم اللي هو متطوع كيف كيكمل لا بيريود دو فورماسيون ديالو كيف ما كانت 4 سنين او 5 سنين كيكمل كيدوز واحد الامتحان في نهايه هذا نهايه التخصص ديالو وكيخرج كيسوا اختار القطاع العمومي والقطاع الخصوصي حر ديال راسه انه هو ساكريفيا في المقابل واحد لو سالير اللي كان متدني جدا اللي هو 3500 درهم اللي كان كيتخلصها في هذيك لا بيريود ديال 5 سنين. الثاني اللي هو موظف العمومي ولا اللي هو كونتراكتويل دو ليطا ملي كيكمل كانت لا فورمول القديمه ولا لي فورمول اللي باقا لحد الان اللي كنتمنوا انها تكون مازال هي انه ملي كيكمل عنده واحد الكونترا ديال 8 سنين مع الوزاره خدام في هذيك 8 سنين ملي كيكمل 8 سنين ديالو التعاقد ديالو عاد عنده الحق يطلب لا ديميسيون ديالو ويخرج حر ديال راسو بغى يخرج القطاع الخصوصي ولا يبقى في العمومي اختيار ديالو. الثالث اللي هو لو كونتراكتويل دو سي اش اللي هما الموظفين اللي ملتزمين بالتواجد ديالهم في المستشفيات الجامعيه يعني غيبقى في المستشفى الجامعي كيأدي واحد الوظيفه رغم انه يكمل لا فورماسيون ديالو يبقى يأدي نفس الوظيفه مده ديال 8 سنين حتى هويا حتى النهار يكمل 8 سنين ديالو عاد كيطلب لا ديميسيون ديالو. هادو ثلاثه لي فورمول ديفيرونت بثلاثه لي سالير ديفيرون اللي مختلفين جدا على بعضياتهم لان كل واحد ولو ساكريفيس اللي داير اونفير هذاك لو سالير وكل واحد لافنيور ديالو كيفاش كيختلف على الاخر. مزيان الوزاره اقترحت واحد اللي كتسمى اونيفيكاسيون دو لا فورمول توحيد لا فورمول ما بين كلشي غيولي بحال بحال واخا داكور مزيان هادشي اللي بغينا حنايا بغينا كلشي يولي تخلص بحال بحال لان كلشي كيأدي نفس الوظيفه. مي قالت انه ملي غنكمل لا فورماسيون ديالي غنخرج غندوز 3 سنين اوبليغاتوار واحد 3 سنين اوبليغاتوار في واحد لو بوست بريسي في الوزاره في وزاره الصحه سو لا جيستيون ديال هاد لي غروبمون سانيتير تيريتوريال. انا مثلا اللي كنت كمتطوع كنت بينيفول هدف ديالي غادي نسالي كتسناني واحد البلاصه كنتسنى شاري واحد لابارتمون باغي امانيجها على انني ندير كابيني ديالي التخصص ديالي لا يسمح باش انني نبقى خدام مع الوزاره بزاف الحيتيات اللي خلاتني انني نختار هذيك لا فورمول. الاخر حتى هو يختار انه يكون موظف ديال الدوله لان واحد الاساسيات انه غيبقى على حسب التخصص ديالو من الاحسن انه يخدم مع الدوله التواجد ديال المرضى كيكون اكثر مع المستشفيات ديال الدوله عنده واحد لو سالير فيكس اللي غيعيل به العائله ديالو غيعيل به وليداتو يعني عنده واحد لا فيزيون اللي خلاته انه اختار النهار الاول هاد لا فورمول. ملي غنجي انا غتوحد ليا كاملين كلشي غيولي دوز 3 اوبليغاتوار راه هذه الخدمه الاجباريه اللي كنا نضلنا عليها في 2015 و2014 باش رفضناها باش ما دارتش هي تماما هادشي اللي كنا رفضناه حنا عاودنا رجعنا ليه بنوتر فورمول ديغيزي بنوتر فورمول. زائد ثاني حاجه اللي هما ان ملي غنكمل هاد 3 سنين هاد لي غروبمون سانيتير على حساب لي مويان دو جيستيون اللي هما يختاروا هما اللي غيقروا واش غنكمل معاهم 3 سنين ملي كملت 3 سنين ديالي واش غنكمل ولا غنخرج. يعني انا اللي مثلا انا اختاريت انني نكون موظف ديال الدوله وصلت 3 سنين ديالي ساليت بغيت نغونوفلي غيقول لك لا علاش لي ظروف ولي اسباب اللي هما اللي كيقروا فيها غينون با انا. هادشي يتعارض تماما مع لو ستاتيو ديال الموظف ديال الدوله وبالتالي هو تغيير في واحد الحق اللي هو دستوري اللي تحط لهم ديال الموظف ديال الدوله انه ما يتغيرش من الفورمول ديال موظف حكومي لموظف خصوصي وبالتالي ما لا يمكن ان يطبق واحد القانون بدون نقاش بدون مقاربه اللي ما بيناتنا بدون طاوله الحوار ما بيناتنا بدون اي شيء لان كيف ما كنعاود نقول الهدف ديالنا ماشي هو العرقله ماشي هو الاضراب بالعكس الهدف ديالنا هو اننا نوصل لواحد النقاش هو نوصل لواحد طاوله حوار ما بيناتنا كاملين